هفكرك يا اصحاب الموسم الثالث ومباراه مهمه في المربع الذهبي، وهفكركم بالنتيجه. الوعد 15، الاندلس 15. مباراه صعبه ومتكافئه، والاسئله مش سهله، محدش هيكسب بالصدفه، اللي يستحق هيكسب. ودلوقتي مع الفقره الثانيه، فقره المعرفه. المعرفه، فقرة المعرفة، أربع أسئلة واحد لواحد، معلومات عامة، رياضة، تكنولوجيا، وقدرات ذهنية. وأول اتنين أحمد حماد وسمية، سمية وأحمد حماد من مكاننا. معلومات عامة، والسؤال هو: في أي محافظة مصرية تم إنشاء محكمة سراي الحقانية؟ من أقدم وأعرق المحاكم في مصر. إجابتك؟ القاهرة. القاهرة، إجابة خاطئة. بدأ إنشاءها في عهد الخديوي إسماعيل 1869، وتم العمل فيها من 1876. سمية، إجابتك؟ محافظة الجيزة. بص دينا، دينا عندها انهيار. انهيار، معلش يا دي، قلبي معاكي، قلبي معاكي، معلش. سمية، محافظة الجيزة، إجابة خاطئة. إسماعيلية. إسماعيلية. الإنشاءات في عهد اسكندرية الخديوي إسماعيل كلها كانت منحصرة أغلبيتها يا القاهرة يا اسكندرية. يا اسكندرية. عادي عادي، مش مشكلة. وسنة 2022 محافظة اسكندرية عملت المتحف ده، بيضم مقتنيات زي مخطوطات، قوانين، وفرمانات. نتيجة زي ما هي. هارد لك يا سمية. دلوقتي السؤال التاني في الرياضة، أحمد أبو ضيف وأحمد حسن، أحمد حسن وأحمد أبو ضيف. السؤال اللي جاي أنا هاخد اسمين مش اسم واحد، وما تستعجلوش، جايز أقول معلومة تفيدكم. سؤال مش سهل، رياضة. والسؤال هو: ما هما أول ناديين من دولة واحدة التقيا في نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم؟ كان سنة 2000، وكان نادي منهم أول مرة يوصل للنهائي، والاتنين مش هقولك منين. إجابتك؟ ريال مدريد وفالنسيا. أحمد حسن أبهرتني، إجابة صحيحة، برافو عليك. كوبر كان بيدرب فالنسيا، وريال مدريد كسبت كام بقى؟ 3-0. أحمد حسن برافو عليك، سؤال ما كانش سهل. 25 الوعد، الأندلس 15. تكنولوجيا، نورهان وإسلام، إسلام ونورهان. عندي سؤال ليك يا إسلام، ما بتنزلش ليه قدرات ذهنية؟ علشان أستاذة سالي برضو بتعرف تحل القدرات الذهنية. هي شاطرة في القدرات الذهنية؟ اه أكيد. بس أنا شايف إنك أنت متألق في القدرات الذهنية، ده رأيي يعني، مش بس عارف. بس أنا مش متألقة في التكنولوجيا، فما نخسرش ليه؟ ماشي، اتفقنا. تكنولوجيا، والسؤال هو: ما هي شركة التكنولوجيا الآسيوية الأكثر تسجيلاً لبراءات الاختراع في الولايات المتحدة الأمريكية عام 2021؟ 6,366 براءة اختراع في 2021. إجابتك؟ سوني. سوني طبعاً شركة عملاقة، ولكن إجابة خاطئة. الأولى عالمياً آي بي إم، 8,682 براءة اختراع. دي بقى التانية، شركة إيه؟ سامسونج. برافو عليك، إجابة صحيحة، برافو عليك، هي فعلاً سامسونج. برافو عليك يا نورهان. نتيجة 35 الوعد، 15 الأندلس. أروى وسالي، سالي وأروى. قدرات ذهنية، والسؤال هو: حل المسألة الآتية: 4
في 198 على 3 زائد 102 يساوي كام؟ فات 5 ثواني وفاضل 10 ثواني. سالي إجابتك. 366. هاي إجابة صحيحة. كان عندك حق تنزلي قدرات ذهنية. غيرت النتيجة 25 الأندلس 35 الوعد. ودلوقتي مع الفقرة الثالثة، فقرة الفنون. الفنون. فقرة الفنون 4 أسئلة. سينما ومسرح، أغاني موسيقى، لوحات ومعالم، وسرعة البديهة. طبعاً أسئلتنا هتعتمد على السرعة ليكم أنتوا الثمانية. سينما ومسرح، والسؤال هو فنان عالمي قام بدور جيمس دونيفن في فيلم ريدج أوف سبايز، فمن هو؟ إخراج ستيفن سبيلبرغ. أحمد حماد إجابتك. توم هانكس. توم هانكس. أنت شفت الفيلم؟ آه شفته، بس أنا مش متأكد هو جيمس دونيفن ده البطل ولا الشخص التاني اللي هو مارك. مارك ريلاينز. مارك ريلاينز وإيمي راين. أحمد حماد إجابة صحيحة، هو فعلا توم هانكس. فيلم جميل جدا. صحيح. النتيجة اتغيرت 45 الوعد 25 الأندلس. السؤال اللي جاي أغاني موسيقى، والسؤال هو من هو مؤلف الموسيقى التصويرية لفيلم الأيدي الناعمة عن مسرحية توفيق الحكيم، سيناريو حوار يوسف جوهر، وإخراج محمود ذوالفقار؟ إسلام إجابتك. فؤاد الزاهري. إجابة خاطئة. تاني. مين التاني بقى؟ هنري رايتر. هنري رايتر. لا غلط. قصدك أندريا رايتر. أندريا رايتر، سوري. أندريا رايتر. أحمد حماد إجابة خاطئة. علي إسماعيل. علي إسماعيل. بالظبط كده، هو علي إسماعيل. هو علي إسماعيل. أنا هو لما بنتدرب لازم يلخبطنا، فؤاد الزاهري يا إما علي إسماعيل. هارد لك بجد. يلا عادي. السؤال اللي جاي لوحات ومعالم، والسؤال هو تقع كهوف أجانتا بأحدى الدول الأسيوية، فما هي؟ حوالي 30 كهف منحوتين في الصخور، مساحتهم الكهوف دي حوالي 82 كيلومتر مربع، موجود فيهم آثار وزخارف هندسية بتعود. إجابتك. مش هكمل الجملة. الهند. بتعود للديانة البوذية. إجابة صحيحة. موقع تراث عالمي لليونسكو من 1983. النتيجة اتغيرت 35 الأندلس 45 الوعد. السؤال اللي جاي سؤال سهل، اللي هيخطف البزر هيجاوب صح، بقولها لكم على طول. سرعة البديهة، والسؤال هو كم مرة تكرر الرقم 1 من 100 إلى 120؟ رقم 1 اتكرر كم مرة من 100 إلى 120؟ دوس. أحمد حسن إجابتك. 19. إجابة خاطئة. أخذ رقم حالاً. 21. أحمد أبو ضيف طبعاً إجابة خاطئة. 111. لا 22. 16. 33. كتبتهم يا اسلام؟ لا ده انا كتبت النص. هارد لك.
سؤال ما كانش سهل. النتيجة في نهاية الفقرة: الوعد 45، الأندلس 35. هنخرج فاصل وهنرجع مرة تانية مع فقرة تحت الضغط والعباقرة. وبكده أصحابنا العباقرة جمعوا 50 نقطة في فقرة المعرفة والفنون، وكل نقطة ب3000 جنيه بما يساوي 150 ألف جنيه، ويبقى الرصيد لحد دلوقتي 240 ألف جنيه في خزنة البنك الأهلي لرعاية أبطال مصر الرياضيين.